عسلامة يا جماعة. توا وليت توندونس اللي باش يعرس يعمل ليلة وفي بلدي يقول ميخو بولو. أما عندهم الحق من الهم اللي يروه في العروسات. الساعة 90% من التوانسة يمشيو العرس جست باش يتعشاو. يمشيو 5 نساء وكل واحدة مع 14 صغير. منير شي الشلفيطة اللي عطيتها لولدي دافعة 15000 رمود تعطيني شلفيطة كيف هكا للطفل شي توا. يا خالتي يا خالتي والله نعجة عشرة ما طيحتش الحم وزيدك تشوف حسام تاع عرس. لا هنا تغلطي مش لك العباد الكل بار جيبي زومة باهي واحد دافع وبالله بلاطو للطفل الصغير كون فماش حشا في الدار كون شبع هنا بالله بلاطو للطفل الصغير وحده. صاحبات العروس انا نعرفهم يلبسوا الكل لك يا بالاحمر قول نصبه برتقاني قصير رشامي. اما لا ذاك في المسلسلات وفي الفيسبوك. نحنا صاحبات العروسه 4 أيام في الكوجينه بالمبيت وكلهم لابسين جباب 15000 ومعاهم هكا العزوزه اللي عمرها 120 سنه شاهد على صديق حنا بعل وجهها مكمش قول ماري والخلعه تبدا تغني. حاجة فاش تغني عطيني كلمة وانا تو نكمل الباقي وحدي ومعاهم شاف كبران متاعهم غسلت اللحم يغرب لحد اللحم محسوب لحمة لحمة حد لحمة زايدة ما تتمدش في بلاطو. منير دور على الباب التيلاني هز شقال كسكسي عشاك انت والذر وانهم با با سا دور دور هاي وانهم لحمتين زايدين كمية ليك انت في الليل باهي با سا دور هاي على الباب التيلاني. وفما نسى القلقالة يجيو العرس جوست باش يقطعوا ويرايشوا. شوفي كيفاش لابسه العريان صراكك عري. شوفي. تو راجلها يخليها تخرج هكا نواسي وسعود مشي كيفنا نحنا متعوسات. شوفي متهني عند راجلها في الخير العينها الذهب من هنا لهنا. ربي هناه ربي هناه. ومنه قال لك متهني عدنا ضيتها في الحمام الحم هزق هدهوده يقتل فيها جلا في قتل ماست يقتل فيها وكلنا ما نروحوا من العرس لما يدور طبق الحلو. نبدا رفي جاي من بعيد يا نوران الجو جاي يا نوران اختي روزاتا زعما ولا قص تخزريش يقول لك ملهوف ما تخزريش عندك بيوصل عندك بيوصل عندك بيوصل عندك بيوصل تبع وجاك المراه اللي قبلكم متحرم عليكم منيره كم هير يجي هنا كعبتين بيتي فور المنظر في السعوديه طوي روح في الصيف يقول كلام يا عرس وما تفكرتنيش كعبه بقلاوه والولد ولدي في الدار يبكي ولا يقول مدي تبق ولا لا تخافي بتعني كمان الله مدي تبق تتعدى الكوجينه قاج وقزوز وتروح على روحه وبعد تروح تحكي الجارات عيني زغلت بالدموع على كعبه بيتي فور والله عيني زغلت بالدموع على كعبه بيتي فور وعمتها تخزر لي ما غاد تعمل ياك وعائلة العروسة والعريس عمرهم ما يتفهموا ساعة أم العروسة قبل عرسنا بنتي قطوس في شكاري أنا نعطيها يلزمك تجيب الصياغة صفرة وبيضة وكل نعطيش أنا بنتي كي قطوس الجمعة اللي فاتت خطبوني فيها 28 وهي الطفلة من كثرة ما أيست مهبط على كباش حظك للزواج 32 سنة نغسل ونطيب مستعدة نعطيك حق الكريا ودخانك ميساج بريفي ولعب الفروخ لي وبعد يمشيوا للعرس يشطحوا ويعملوا جو ويعملوا من كل وتروح كلمي اختك طلق ما عجبنيش العرس هذاك راجل ما خذيته هذاك عرس جايب لي بطبيله يضربك باش ليغمو شنو هي ذا عرس ذا نون جمله وام العريس حاجه استثنائيه في وسط العرس هي عتاه باخذك قلت لها جيبي بايك وامك عرسي وروحي انت وراجلك جابت لي عرش ذبحنا عشتين باش نعيش انا واش باش نخل شوف ما لهمش كيفاش ياكل في اللحمه بابا اما يقعد العرس بي انا اللي في عمري واللي اكبر مني الكل عرس كان انا مزلت امي لتو تقولي يا عيط لك واحد شد اثنين اهربي ما تلفتش وراك جنب